السلام عليكم، أنا دانا. راح أعلمكم على طريقة استخدام النايف تول. النايف تول يستخدمونه عشان يقصون فيه الأشكال أو الشيب. في له 3 طرق. أول طريقة نقص الحرف، لازم في البداية أسوي سلكت حق الشيب، أروح حق النايف تول وأقص عادي كذي، نقص المستطيل حق نصين. هاي القص الحر، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، أبي أخلي القص يكون مرتب، فشنو أسوي؟ لازم أجي تتأكدون من إنه محدد، بضغط على Alt في الكيبورد وأسحب. كذي القص صار مرتب. انزين، الطريقة الثالثة، أبي أخلي الشكل يكون قصة مدرج، أبي القص يكون مدرج، بضغط على Alt وابتدي في الأنكر بوينتس. هاي عشان إذا بخلي الشكل أو اللي هو القص يكون مدرج. أوكي، وأقدر بعد أستخدم النايف تول حق الكتابة، مثلا طلع عندي هالكلمة، لازم أسوي لها create outline عشان يتحول حق شكل. حط فيه ستروك، اوكي، وصل سلكت، واخذ النايف تو الاستراك عنا وبس. هاي طرق استخدام النايف تول.